زي ما قلنا لكم في بداية الحلقة هنتكلم عن حوادث الحروق البسيطة اللي ممكن تحصل لنا كلنا في البيت، مثلا انه زيت يقع على ايديا وهو بيغلي، او انه اتلسع مثلا من حاجة سخنة او من مية سخنة او من عين البوتاجاز. ازاي نتصرف في الحالات دي بشكل سليم، واكتر الاخطاء الشائعة اللي احنا بنعملها لما نتعرض لحرق بسيط في البيت. هبدأ بيكم واسألكم، لما بتتعرضوا لحرق مثلا في البيت او حد من قرايبكم بيتعرض لده، بتتعاملوا مع الموقف ازاي؟ اقول انا؟ اه طبعا. يلا مبدئيا يا جماعه، انا عايزه اقول حاجه، احنا غيرنا اماكن ليه؟ فاكرين الحلقه؟ عشان تعرفوا ان احنا بننفذ الكلام اللي بنقوله في انبوكس. اي دراسه بتبقى عندنا احنا غيرنا تغيير اماكن العمل، نبتكر اكتر. مبدئيا انا اتلسعت ياما طبعا، خصوصا اول سنه جواز دي انا اتلسعت فيها كتير. بحط معجون سنان افكتيف قوي والله. انا معرفش كان افكتيف ولا لا. معلومه خاطئه، خطا شائع. ده انت حسام. انا عارف. لا انا بحط، انا لما يعني الحمد لله الحمد لله ما يعني ما اتلسعتش قبل كده، بس ان اتلسعت كوبايه شاي او حاجه كده، بحط المكان اللي اتلسع ده تحت ميه جاريه. الله عليك. بقعد مذاكر يا سوسه. يا سوسه. لا والله والله ده بجد، ده بجد. امشي اطلع بره. طيب يا جماعه، الكلام اللي قاله حسام ده هو ده الكلام الصح؟ في ده والله العظيم ما اعرف، والله ما اعرف يعني، ما اعرفش من اللي مكتوب، بس فعلا لما بيحصل اي حاجه. الدراسات قالت كده يا حسام. طب الحمد لله، يبقى انا مثقف. الدراسات قالت يا جماعه ان احنا لما نتعرض لحروق بسيطه في البيت، اسلم حاجه ان احنا نعملها هي اننا نحط ايدينا تحت ميه جاريه، ميه تكون عاديه جدا اللي هي ميه الحنفيه، من 10 دقائق لربع ساعه، ونسيبها نازله على ايدينا. الاخطاء بقى ان احنا ما ينفعش ان احنا نحط مثلا تلج. زي ما قالت رحمه، ما ينفعش ان احنا نحط معجون اسنان، ما ينفعش ان احنا نحط عسل، في ناس بتحط عسل. كل دي اخطاء شائعه جدا. ده حقيقي. كمان احنا بنزهق يعني، لو اتلسعنا بنجدد. لا يعني انا عارفه معلومه الميه الجاريه دي، شويه كده تلاقيني زهقت قفلت بقى ورحت. لا لا لازم اتصرف. لا لا بس هي فكره الميه الجاريه دلوقتي، ان انا دلوقتي لو انا حصل لي فور اكزامبل مثلا حرق هنا، وحطيتها تحت الميه الجاريه، بتفضل بتاخد كل البكتيريا. بتاخد كل البكتيريا بتاعتها، ولازم تفضل حاططها كده مثلا، تسند كده من 10 ل 15 دقيقه، علشان بتشيل كل البكتيريا، وفي نفس الوقت بتقلل قوي فكره الحرقان اللي بيبقى موجود. موضوع التلج ده ممكن يورم اكتر يعني. انت عارفه موضوع التلج ده ممكن يورم الجرح انه أكتر. ايه ان انت بتحبس مثلا الحراره جوه؟ ممكن يورم اكتر، وممكن ما يبقاش صحي جدا جدا للناس اللي بيعمل كده.